وانا ما عمرني حطيت الفيديو في الصباح. المهم صباح الخير عندي انا ديال الفخت دابا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم غادي نعرفوا شنو كاين في الكريشه، واش بنيته ولا وليد. شكرا بزاف بزاف التفاعل ديالكم في الفيديو اللي داز، شكرا لي كومونتير ديالكم، شكرا لاي حاجه اي حاجه كديروها معايا. دونك دابا يلا غادي نخرج باش نفيق هويام. عمر مسكين اضطريت اني نقول ليه عافاك اليوم ما تخدمش، حيت اليوم خدام ولكن قلت له عافاك ما تخدمش اليوم باش يكون عندي الوقت باش نكون مرتاحه انا غيجي في الوقت، حيت الا مشى خدم وجا يقدر يجي معطل يقدر بزاف ديال الحوايج. دونك فوالا الكبيتات، دابا لقيتو فقط غادي نمشي نغسل وجهي، غادي نفطر وغادي نهيب شويه على الدار نقادها. فاسكو نفرفخ هاد السقناهم بالليل، فقنا الصباح بدينا كنشوفهم دوك يطيحوا، ما عرفتش ما عرفتش دوك يطيحوا ليا، انا عارفه غيجيو لي زانفيتي يبداو يطيحوا من الفرفخ، انا عارفه زهري وانا عارفاه. دونك فوالا الكبيتات، بقاو معايا ونتمشيو فيه. سينو دابا هانتوما الطبيله خليناها تما غطيناها بديك اللعيبه. نفخات كاين شي وحده اللي طاحوا غادي نعاودو نلصقوهم. بالنسبه للفطور هادشي اللي كان، انا تشهيت اختي ملويات، ما عاد كي طرا هاد الايامات الاخيره وليت كنتشهى الملاوي بزاف صافي. والفريميج كندير معاه هاد الفرماج غابي في وسط الملوي وكناكل اتاي، راه هو درتو صافي زويته بلديه زبيده شكلاط اختي، راه كلشي كاين الحمد لله. غادي ناكلو نتقعدو عاوتاني نقادو الحاله نقادو كلشي باش فهمتي نصفيو البيدات. مور ما فطرنا سخرت عمر جيب لنا سكرش دوب الفاس لانه ما بقاش ليا فيه بزاف باش نرجعو نلصقو هادشي اللي طاح ياكو. وانا اختي غادي نوض دابا نصايب شعري، لحق جديد دابا الوحده والصف دابا وهي بعثات معايا الربعه، فنوض نصوب شعري نقد اموري باش نكون مرتاحه وباش نخدم في راحتي كثر. والكبيدات دابا غادي ندوز باش نصايب الشعر ديالي اختي، باش عاد نشوف شنو غادي نديرو في الميكاب. هاي 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 الدماغ عندي مشوش لان ما عنديش شي فكره التوتوريال اللي غادي ندير في شعري، وما عنديش شي فكره التوتوريال اللي غادي ندير في الميكاب، ما عندي حتى فكره، دماغي حابس. فغادي نصوب على الله وصافي، هذا ما كان غادي نصوب الشعر ديالي على الله. صدق هي هذيك ما صدقش صافي شو ما صدقش هي هذيك ما صدقش هي هذيك، هذا ما كان الكبيدات. بالنسبه للمكياج وداكشي راه ما غنشاركش معكم اكزاكتومون الخطوات اللي غندير في الميكاب وكذا كذا 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 حتى لاخر لحظه ان شاء الله، وتشوفوا الريزلت فينال. ولا عجبكم لهذا نقدر ندير لكم فيديو واحد اخر باش ما يجيكمش بديت كندير في المكياج هكا يبان لكم انا كنقاد عينيه. في لي كولور دابا يلاه درت داك اللون ديال اللي كنبداو به يعني كولور دو ترانزيسيون، يلاه بديت بيها هذا هو لا باز، هو هذا اللون هذا. دابا كنفكر في لي كولور الاخرين واش نمزج ما بين الاورانج ما بين البلو سيال والغوز، ولكن غنجي بحال شي كلون، فغادي نحاول ندير شي حاجه نيود وكالم. تنظن نقدر نخلي غير هكا ونخدم بالماسكارا مزيان 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 ونحبس هادشي اللي كيبان ليا. معرفتش علاش اختي عندي بيت الخزين ديال المكياج وديال كلشي كاين هنايا، فون دو تان جديد و الماسكارا هادشي اللي خاصني، لان الفون دو تان اللي عندي دابا هنايا صافي ما بقاش فيه، خاصو يتهرس ولا عرفتي اللي تحل شحال غيكون فيه، ولكن ما كيتحلوش هاد واقيلا. تكتبوا لي في لي كومونتير. لا شوفوا اختي كتهضر مع بنت خالتي داسكم ما سمعتوا والو، ركزوا معايا انا. بالنسبه للميكاب هذا هو الميكاب اللي درت، حاولت انا لي ما نعيقش وفي نفس الوقت حاولت ندير شي حاجه زوينه. سينو بالنسبه للكسيوه ها هي راه ديجا شفتوها في الفيديو ديال التحضيرات، غير نوريها لكم دابا. غادي نشعل لينغلايت ونصور لكم كلشي. هانتوما شوفوا ها هي الكسيوه، انا نخلي لكم الكونت ديال السيده اللي جبت من عندها الكسوره، ديما تناخذ من عندها الكسيوات ديال عيد ميلاد وكلشي حتى ملي في البيت ديال عيد ميلاد و زعما حفلات بحال هكا ديال البراء، راه ديجا كتجي زعما كسيوه زوينه عندها بزاف ديال لي شوا. هادو بالنسبه للي فام اونسان و حتى اللي ما كنتيش اونسان راه يعني ديال لي سواري زوينه. فوالا هانتوما كيفاش جايه. بالنسبه للشعير انا خديت واحد التاج من عندها، مي قلت بلاش غادي نخلي هكا ديكشي سامبل غيجي احسن، حيت هادي فيها لي زيستراس كنت غير نزيد داك التاج الفوق و داكشي ما يجيش داكشي عامر. اي فوالا
الكبيدات راه بسيف باش لبس ليا هادشي، راه في الاول ما بغاش، انا راني بالطالون ومازال كنبان، راه في الاول ما بغاش ولكن في الاخر صافي اختي تقتنع بالفكره ولكن عطاني الشرط قال لي شوفي هنسالي التصويره نمشي نحيد عليا هادشي. سيرو كبيرات بغيت نبارطاجي معكم هاد البلايص هادي، ما حد مازال ما كاين حتى شي واحد، ها نتوما راه كاين هنا وتبارك الله كاين حتى تما، دونك انا غادي نحاول نشارك معكم. اول حاجه كاين هاد الطبيصلات الزرق والغوز، وهاد لي دراجي هادو الرضيعات زرق وغوز حتى هما معمرين، راني كنت عمرتهم معكم. اللي ما شافتش الفيديو ديال التحضيرات سير اختي شوفيه. هاد الشيء هذا صوبته ماما هاد البلاصه، دونك البيتزا هاد لي كيس وهاد الشيء هذا فوالا. تنحاول نشارك معكم ما حد مازال عندي الفرصه. هنايا حتى هادو دارتهم ماما، ها هما فوالا. هنايا غادي ندوزو لي ماغنوم، ها هما ديال البنيته وديال الوليه، فيهم الرضاعه فيهم الكسيوه فيهم هاد اللبسه هادي الرياقه، المهم جايين حليلوين. دونك بالنسبه لهادو لاكبا كبيره، بالنسبه لهادو
من الديبار وانا تنقول وليد، منين حملت وانا تنقول لهم عندي وليد، صافي انا حاسه عندي وليد صافي، ما تناقشونيش. ودابا فاش فرق ديك النفخه وخرج داك البلو بحال لا، كي غنقول لكم كنت دايره احتمال تقدر تكون بنيته، ما عرفت نفرقع يخرج الغوص، تقدر تكون بنيته، مي فاش فرقعت وخرج البلو صافي صافي تسالاويا. والحمد لله الحمد لله، والله يرزقنا والله يرزقكم، والبنتات اللي باغيين الدريه الصالحه الله يسهل عليكم يا ربي في هذا النهار وفي هذا الدعاء هذا وفي هذا فهاد الاذان، يا ربي تسهل عليكم وتعطيكم داكشي اللي كتمنوا في خاطركم. ودابا الكبيدات غادي ندوز باش نحيد الكسيوه ونحيد لي زيكستونسيون ديالي. اشوف منين هاد لي زيكستونسيون فريمون حمقوني، هادو راه ناتوريل فهمتوا طبيعيين. فوالا شوفوا شعري انا تحل، شعري بحيتش شوف رطب هبط دغيا. فالكويدات كيف ما قلت لكم غادي نسالي لكم، ماشي غنسالي لكم نمشي نبدل، ما عرفتش واش نسالي لكم فيديو هنايا ولا يقدر يكونوا شي حوايج اخرين من بعد. المهم غادي نبدل عليا، غادي نحيد عليا كلشي، نجمع شعري وداكشي باش نرتاح، وعاد غادي نشوف اش بغيت ندير. وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش تدخلوا عند براء مولات لاغوب، لان لاغوب فريمون غزاله، لي ديطاي ديالها فنين. ها نتوما شوف لاغوب فنا، باش نفتح هادو شوف فوالا، عرفتي لي ديطاي فيها زوينين. ودخلوا عند مولات الحلوى، راه ما نقولش لكم الكيك شحال غزال، بغيت تسمحوا ليا كيف ما قلت لكم راه انت ما تديش اللي راه الحماس ديال الولد هو اللي يدير الواجب. شوفوا فراسكم راه فاش انا جلست في الصداري وبقيت تنبكي، راه غير دار فر دخل الباب دخل لهنا وسد عليه عقت بك. لا هضر معايا وديك الشيء، ما حتى هو بحال شد راسو فهمتي، ما ياك شديتي راسك باش ما تبكي ما والو. المهم الكبيدات كيف ما قلت لكم بالنسبه للحلوى غزاله، انا اختي خليت واحد الطريف حتى يمشي كلشي، ونكون انا محيده كلشي وجامعين الدار وكلشي هو هذاك، وعاد نقص اختي طونكيله على ديك الحلوى لان فريمون غزاله. وبارمي الناس كامل اللي درت عندهم الحلوى، سواء اللي خلص سواء اللي ما خلصش، هادي راه كنقول لكم العاوده خلصت فيها فلوسي، هادي واعره عجبتني الحلاوه. حبيتي غير راسك؟ لا تنسى معايا انا كليت واحد الطريف كليت ياك اللي عجبني فيها، ما فيهاش ديك الحلاوه الزايده كتعي في الكاطو فهمتوا، ما حلوهش بزاف وفيها واحد اللوغو زوين بحال نيسلي بحال ما عرفتش، واحد المذاق غزال زوينه. وفوالا الكبيدات هذا مكان، غادي نمشي نبدل عليا وابخي ساعه نرجع لكم الا كانت شي حاجه غادي نبدل. انتما شوفوا حقا خصني نوريكم الكادو ديال هويام. المهم ها انتما حنا تنحيدوا هذا الشيء دابا تيجمعوا. ماما جابت لي ماما عمر، ها هو كاينين زعما دي كادو.